Sekarang ayat ke 91 sampai 93 akhir dari juz 10 ya. Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal marada wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna 'arajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinin min sabil والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوا غالظا بلهم قلت لا أجد ما آملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم.